بعد الفاصل مشاهد الله مشاهدينا الكرام، زملائي في البرنامج زاروا محافظة كفر الشيخ وبالأخص مدينة فوة وتابعوا هناك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وبالتأكيد ده شيء مهم للغاية، هيوفر كتير قوي أنابيب البوتاجاز وأمور تانية كانت بتتعب أهالينا من المصريين. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي الحياه في مصر، زي ما عودناكم ان احنا نكون معاكم في كل محافظات مصر، مش موجودين بس داخل الاستوديو. والنهارده احنا في محافظه كفر الشيخ وبالتحديد في مركز فوة. محدش يقدر ينكر ميزه توصيل الغاز للمنازل وايضا العبء اللي كانت بتسببه انابيب البوتاجاز على المواطنين من نقل وترتيب، وبالتالي العديد من القرى والمراكز بيتم توصيل الغاز ليها النهارده. واحنا النهارده على سبيل المثال في مركز فوة بمحافظه كفر الشيخ، ضيفي في هذه الفقرة المهندس عبد المنعم عثمان، مدير إدارة المواصفات الفنية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، هيرصد لنا هذا الأمر وأيضا فرحة الأهالي بالنسبة لتوصيل الغاز لمنازلهم. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مبدئيا عايزك تكلمني كده بشكل عام عن تواجد المشروعات بالنسبة لتوصيل الغاز للمنازل في المحافظات. خلينا أوضح لحضرتك إن مشروعات الغاز توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ممتدة من أسوان حتى الأسكندرية ومن مطروح حتى العريش في سيناء. وطبعا الوزارة وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في الشركة المصرية للقبضة للغازات الطبيعية لا تألو جهدا في التوسع في توصيل هذه الخدمة للمواطنين في شتى بقاع الجمهورية. طيب نتكلم عن محافظة كفر الشيخ، عايز أعرف وصلنا بنسبة قد إيه للتغطية بالنسبة للقرى والمراكز الموجودة في المحافظة. خلينا نبدأ معاك إن محافظة كفر الشيخ بدأ توصيل الغاز الطبيعي فيها من سنة 2001. وطبعا كان وصلنا لغايه الان 93400 عميل. تمام. في مدن كفر الشيخ ودسوق واللين. تمام. لكن لو اتكلمنا عن المدن بتاعه كفر الشيخ ممكن نقول ان هي مايله للمراكز شويه، مش زي مدينه كفر الشيخ نفسها، فبالتالي الامر بيكون صعب لحد ما. طبعا وتواجدنا في فوة دلوقتي بيدل على ذلك. عايز اتكلم عن اجراءات التعاقد مش بس في محافظه كفر الشيخ او بالتحديد فوة، ولكن في المحافظات بشكل عام. يمكن احنا شفنا توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره اللي فاتت بتسهيل اجراءات التعاقد وخاصه ان يكون هناك تقسيط، فعايز اعرف بالفعل ده تم ولا لسه. خليني انتهز الفرصه اللي احنا فيها دي واقول ان انا بناشد جميع الاخوه المواطنين في مش في فوة او في كفر الشيخ بس، لا في محافظات مصر جميعا اللي فيها شبكات غاز طبيعي بدات وتنفذت. تمام. ان احنا عندنا فائض في الشبكات الكاك يكفي حوالي 685,000 عميل ولم يتعاقدوا حتى الان. فانا بدعوهم ان هم يزوروا مقر الشركات العامله في كل محافظه وفي كل مدينه للتوصل للتيسيرات اللي قدمتها الدوله في سبيل بدء التوصيل عندهم. بالتالي ده ممكن يكون امر عائق بالنسبه لكم بالنسبه لتوصيل احد المنازل، ممكن يكون في حوالي 10 وحدات سكنيه وبالتالي ما فيش الا اثنين بس اللي اتعاقدوا. تمام. بتدخلوا بالفعل الغاز للعقار ده ولا لا؟ بدأنا نوصل دلوقتي ان احنا ندخل دلوقتي بدأنا حتى لو في وحدتين بس. هو طبعا ده بيبقى عمليه مكلفه جدا للشركه للتوصيل ومكلفه لينا، لان التكلفه اللي هتتعمل لعاملين دي طبعا بتبقى عاليه جدا للبنيه الاساسيه او الوصلات الخارجيه للعاملين. تمام. ان الوصلات الخارجيه دي هي نفس الوصلات اللي ممكن تتعمل ل 10 عملاء، فبضطر اعملها لعاملين وبالتالي تكلفه عميل بتزيد عليا انا كمان. وبتزيد عليه؟ لا ما بتزيدش عليه في يعني المشروع. يعني هو لو خلاص دخل الغاز لاحد العقارات وبعد كده جه عدد من الوحدات تعاقدت بعد كده، بيكون بنفس المبلغ اللي كان في الاول ولا لا؟ بص حضرتك، هو النظام الدعم اللي بتوجه له الدوله دايما بموجود لكل العملاء. تمام. ولكن بيزيد الدعم ده في حاله المشروع. بمعنى وجود مشروع متكامل، يعني احنا النهارده في مدينه فوة تم تعاقد حوالي 3500 عميل من اجمالي المستهدف 7500 سنه. حوالي النص. حوالي 50%. 50%. تمام. انا فاضل في مدينه فوة بنظام المشروع حتى انتهاء جميع التعاقدات المتاحه عندي. بعد ما بينتهي الموضوع التعاقدات بيبقى خلاص مفيش توصيل مشروع في المدينه، وبالتالي الشركه بتسحب مجموعات العمل المتمركزه عشان تنتقل لمنطقه اخرى. اي عميل بيجي بعد فتره اللي هي بعد سنه ولا اتنين من تنفيذ المشروع
بالطبع لازم ان انا بحمله تكلفه الشبكه الموجوده، كان الدعم المتاح للمشروع تم تأمين. يعني بمعنى اصح الدعم الموجه للمشروع لو كنت هدعمه ب 3500 جنيه في خدمه العملاء مش هدعمه اكتر من 2000 جنيه. تمام، لكن لو ده حصل ده بيتم بعد ايه؟ يعني بعد ما جه العميل وعمل تعاقد بيتم توصيل الغاز ليه بعد قد ايه؟ ماكسيموم العميل بيتم توصيل الغاز ليه بعد 3 شهور. المبلغ اللي موافق قد ايه تقريبا؟ وهل بيختلف من محافظه لمحافظه؟ لا انت قصدك مبلغ خدمه العملاء؟ بالظبط. لا انا اقصى حاجه عندي في الويتنج ليست في خدمه العملاء بال 10 ايام في الشركات. ده متابعتنا كمان للشركات. تمام، انا بتكلم عن الرقم الفلوس اللي هيدفعها. تمام، بيبقى مرتبط باطوال المواسير داخل الشقه. ما هو ده الرقم اللي انا ما اقدرش احدده الا بمقايسات. فعشان كده بقول لحضرتك التكلفه بتختلف لان التعامل معاه بيختلف. في حاله المشروع العميل لما بينزل يجي يتعاقد معايا في المشروع انا بروح لكيان عماره كامله. تمام، بوصلها بالشقق غير اما اروح لشقه لوحدها بعد كده، فطبعا بيطلع لها عماله خاصه وبيطلع لها كذا وبيتحمل على مجموعه ثانيه فيبقى التكلفه عاليه على الشركه اصلا. تمام، وضحت الرؤيه. بنتكلم عن مركز قوه وده معلش خلينا اوضح حاجه ده اللي خلاني بقول لحضرتك يا ريت المواطنين في جميع المحافظات يتجهوا لشركات التوصيل يتعاقدوا بنظام المشروع ليتمتع بالدعم الكبير دلوقتي من نظام التقسيط. والتقسيط ده موجود برضه في خدمه العملاء بلس ان التيسيرات اللي تمت من الدوله في نظام خدمه العملاء دلوقتي. مركز فواح انت حضرتك قلت لي التعاقدات اللي تمت حوالي 50%، انت قدامك قد ايه وتخلص بالنسبه انا ان شاء الله مستهدف ان اخلص فوق في نهايه العام الميلادي الحالي. وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاقدات بالنسبه ل 50% اللي لسه ما تعاقدوش. نتمنى ذلك ويكون في المواطنين لهم اقبال على التعاقدات لان ده طبعا هيخلي الشركه تنجز الاعمال في اقل من كمان نهايه السنه. تمام، عموما مشاهدينا الكرام احنا لسه مستمرين في جوله داخل مركز فوال لمتابعه ورصد عمليه توصيل الغاز للمنازل، وبالتالي كمان هيكون معانا عدد من الاهالي لرصد شعورهم بعد توصيل الغاز لمنازلهم. بينضم الان ضيف اخر المهندس رضا عبد الرحمن العضو المنتدب للشؤون الفنيه بمجموعه طاقه وهي الشركه القائمه والمشرفه على اعمال تنفيذ توصيل الغاز للمنازل بمركز قوه في محافظه كفر الشيخ. مهندس برحب بيك. احنا اللي بنرحب بيكم في محافظه كفر الشيخ ومتشكرين للزياره الجميله دي. عايز اعرف مبدئيا كده سير العمل بالنسبه لعمل توصيل الغاز للمنازل ووصلتم لحد فين؟ احنا مخطط توصيل 7500 عميل بالغاز الطبيعي في مدينه فوة بمحافظه كفر الشيخ. تمام. مجموعة الطاقه هي المجموعه المنوط بها تنفيذ الاعمال هنا. احنا نفذنا حولنا الان 1250 عميل جاري استكمال المشروع. ال 7500 عميل هيخلصوا بنهايه العام ان شاء الله. كم المجهود اللي بيتبذل هنا كبير جدا عشان نقدر نحقق اللي المستهدف من توصيل العملاء. على سبيل المثال مطلوب تنفيذ هنا 41000 متر شبكات زي ما احنا شايفين كده العمال شغالين ورانا دول. 41000 متر هيتنفذوا في مدينه فوق. وصلنا لحد كام؟ احنا نفذنا منهم حوالي 30000 متر لغايه دلوقتي وجاري استكمال الباقي خلال الثلاث شهور الجايين على اساس ان الشبكات بتسبق عمليه التحويل الغاز للعمل. هي الشركه مش قائمه او مشرفه فقط بمركز فوق ولكن بالمحافظه. بمحافظه كفر الشيخ بالكامل ومحافظه دمياط ومحافظه بني سويف. تمام. والمنيا واسيوط والسويس والبحر الاحمر. طيب خلينا نتكلم في المحافظه اللي احنا موجودين فيها وهي محافظه كفر الشيخ. الاعمال هل بتتم في فوها بس ولا بتتم في قرى اخرى ومراكز اخرى بكفر الشيخ؟ بننفذ بالتوازي في كذا مدينه مع بعض. يعني بالاضافه لفوه بننفذ في بيلا. تمام. بننفذ في الجرايده، بننفذ في بلطيم، بننفذ في البرومبي، كل ده داخل محافظه كفر الشيخ بالاضافه للاعمال في المحافظات الاخرى. يعني نتكلم عن النقطه الاهم اللي هي مهمه بالنسبه لكتير جدا من المواطنين وهي اجراءات التعاقد. كتير جدا ما كانش بيقدر يتعاقد بالمبلغ المطلوب. اعتقد ان في تسهيلات دلوقتي بالنسبه لكم. في حاجتين عملتهم مجموعه شركات طاقه. اول حاجه احنا عاملين رقم مختصر للشكاوى. تمام. الرقم ده العميل لو عنده اي شكوى اي شكوى في كافه شركات طاقه بيتصل بيه يبلغها وبنتعامل معاها مباشره. الرقم نفس الرقم ده اللي هو 19134 الرقم ده ممكن العميل يتصل بيه هيجي له مندوب من الشركه يتعاقد معاه في المنزل بالقسط لو العميل حاجه.
ده تسهيلا للعميل وتسريعا لاجراءات التعاقد. فمفيش اي مشكله في ان التعاقد يتم عند بيت العميل بمجرد انه يتصل بينا، يتم له المعاينه والموظف بتاع الشركه هيتعاقد. الرساله اللي تحب توجهها والمين؟ احب اوجه للمواطنين كمان رجاء سرعه التعاقد والمشروع شغال في كل المدن اللي عندنا مش في قوه بس، وخصوصا ان في رقم 19134 ده متاح قسط، ممكن يجي لك المفاوض بتاع الشركه للتعاقد بالقسط لغايه عندك في البيت. ده تسهيلا لاجراءات التعاقد، لان بعد ما بنمشي سعر التعاقد الغاز امن واوفر من اي وقت اخر. ده اكيد، وغير كده كمان بيشيل عبء كبير جدا من المواطنين بالنسبه لانابيب البوتاجاز، سواء من نقل او ترتيب زي ما قلنا في البدايه. انا بشكر حضرتك يا باشمهندس. انا بشكركم وشرفتونا، وانا سعيد جدا انكم بتشوفوا المجهود اللي بيتبذل في الاقاليم وتعرفوا الناس قد ايه الدوله بتبذل مجهود كبير جدا عشان توصل الخدمه للمواطن. وبالتاكيد احنا مقدرين ده. لسه مشاهدينا مستمرين معاكم في جولتنا داخل مركز قوى بمحافظه كفر الشيخ، وبالتالي احنا نروح دلوقتي للمنازل ونشوف كمان انطباع الاهالي بعد دخول الغاز لمنازلنا. بصراحه في الاول ما كنتش مصدق ان انا اول ما نزلت الشركه قلت ده كمان 10 سنين قبل ما ادخل، فقلت اقدم بقى اشوف كده مش مشكله اهو فلوس تدفعها وخلاص شوف. فبصراحه لقيتها جت على طول يعني فوري. انا بصراحه ما كنتش مصدق، ولا احنا كنا مصدقين هنا في البلد كمان. احسن حاجه اللي يعملوها الغاز ده علشان هيوفر لنا الانابيب ودخيتها، احنا دفعنا مقدم بس ولسه لما يجوا يركبوا لنا هنقصدوا ان شاء الله. الناس كويسين خالص، يجوا يعملوا الاجراءات بتاعتهم على ما يراه. اعتقد ان البطل بجد في كل هذه المشروعات هم العمال والفنيين القائمين والمنفذين لكل هذه المشروعات، وبالتالي قبل ما نختم لازم نقدم لهم كل التحيه والتقدير. طبعا برحب بيك في البدايه وبقدم لك يعني كل الشكر وكل التقدير للمجهود اللي انتم بتقوموا بيه خلال اعمال التنفيذ. فعايز اعرف من حضرتك رغم الحر ورغم الصعوبات ورغم انه عمل شاق، ولكن انتم بتقوموا بكل الجهد. اولا عرفني بنفسك في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمد صلاح غازي، فني في شركه ترانس جاز للغاز الطبيعي. طبعا احنا بنفتخر ان احنا شغالين في شركه غاز طبيعي، بنوفر لكل العملاء وكل المواطنين سبل الراحه والسعاده وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وبنقول لهم احنا في خدمتكم، ومن مهندسين لفنيين لعمال بنسعى من خلال الجو الحر والمشقه والتعب في الشارع لكي نوصل لهم غاز طبيعي، ونقول لهم احنا في خدمتكم طول الوقت. شعور الناس ايه بعد ما بيتم اعمالكم؟ بيكونوا سعداء باللي انتم بتعملوه ولا؟ اكيد طبعا بيبقوا سعداء وبيبقوا في حاله غريبه مش متوقعين اللي احنا بنعمله، مش متخيلينه. فطبعا الناس كلها بتشكرنا بعد ما بنخلص، بتقول لنا الله يقويكم في الحر اللي انتم فيه. ربنا يقويكم. طبعا هناخد احد العمال اللي ممكن برده كمان موجودين وشغالين في المشروع. انا مش هعطلك كتير وبرحب بيك معانا في قناه الحياه. عرفني بحضرتك في البدايه. انا عمرو ابراهيم الشرقاوي، المسؤول هنا عن تركيب شبكه الغاز الطبيعي في قوه، واحنا شغالين على قد ما نقدر والله عشان نريح العملاء ونريح الناس. وفي نفس الوقت الغاز الطبيعي له مميزات كتير، وطبعا عشان يوفر يحل مشكله الانبوبه ويحل مشكله العناء اللي الناس بتشوفه في كل سنه في الموضوع الانبوبه والغلا وكده. واحنا على قد ما نقدر بنحافظ على الامان عند العميل بحيث ان هو يبقى شغال في رفاهيه وامان، ونحاول نوفر له اكبر قدر ممكن من الامان. انا بقدم لك كل الشكر نيابه عن كل الشعب المصري وكل عامل مصري بيشتغل في هذا العمل الشاق وسط الجو اللي احنا حاسين بيه دلوقتي. انا فندم، وانا بوجه رساله لكل شاب شغال يعني مش شغال، يحاول بقدر الامكان ان هو يشتغل، لان ايدك على ايدي هتفيد بلد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا ليك، مش هعطل لك اكتر من كده. ماشي يا فندم. اذا مشاهدينا الكرام، قبل ما اختم مع حضراتكم، يمكن الامر قد يكون عادي بالنسبه للبعض، ولكن هو في غاية الأهمية بالنسبة للكثيرين، خاصة في الكرة والمراكز اللي احنا شفناها على سبيل المثال احنا النهاردة في مركز فواء بمحافظة كفر الشيخ. أيضا في العديد من الإيجابيات خلال جولتنا النهاردة. أولا هو سعي الدولة لتخفيف العبء عن المواطن خاصة في الكرة والمراكز، ويمكن احنا ده شفناه
على سبيل المثال من داخل قرية فوهة بمحافظة كفر الشيخ. الأمر الآخر هم هؤلاء الأبطال العمال اللي يمكن شايفينهم بيشتغلوا بكل ما في وسعهم، خاصة في كل هذه الأجواء الحارة، ورغم أن العمل شاق جدا للغاية ولكن بيكملوا عملهم على أكمل وجه. أعتقد أنهم بيوصلوا العديد من الرسائل. خير الختام هي صورة جماعية مع هؤلاء الأبطال.